بقول لك ايه احسن ايه؟ شواخة انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جايلي نوم يا خالي. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ الله، قهوه ايه يا خالي اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوني. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه، انما بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر المخ. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيني عايزه هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه؟ حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى إيوه ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت ليه؟ قال لك انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مراد خالي. ما قلت ليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام؟ يا اخي باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ يا اخي وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام عسل. حاضر يا خال. حاضر. العيشة تقرف يا اخي. اخش ما تخش بالك. هو بني ادم على نياته وشرب المقلب هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. قال لا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه يا خالي؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسالني ايه؟ حاضر. يلا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالي. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالي. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني شاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا. لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. انتوا في ايه الله؟ انتوا بتعملوا ايه؟ جبت شاي ام حسن؟ اي أيوة والله جبت شاي ام حسن. جبته. فين؟ جبته اهو. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟
ما تخمي. انا مش هتخم. ايه اللي عايز يتخمد يتخمد هو. عايزه تتخمد يا مرات خالي؟ انا طهقت، انا زهقت، انا عايزه اتطلق. الله، تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شقه محسن اهو. اغرس انت، اغرس. حاضر، اديني خلصت يا اخوي، اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي والله، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي، قولوا لابوها ان كان جعان يتعشي. انا عايز افهم ايه الحكايه بتمام. يعجبك قوي. الله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه، من خربتي بحيره. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخيره. خير مقدارك. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان، بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه؟ في ايه؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكلي. ايه؟ تعالى دوق اكلي. يا ست الله يكرمك. يا جدع ما تبقاش كده، ما تبقاش مغفل بقى. انا برضه مغفل. انت يا ست انت لئيمه. انا عارف انت قصدك ايه بالظبط، يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضه اللي قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالتي ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس عليك منين؟ انت كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ انا لا بصبص لها ولا ادوس على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومب. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق، اما انت معلم قليل ادب صحيح. العوام. اهلا يا ها، زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حتى نقعد في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يثبت في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟
اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق، اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل، يلا روحي وفري فلوسك، ده خشب طفش، الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا وليه؟ اجري روحي بلا هبل، يلا امشي، احنا بنربي هنا فلان وصراصير، ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا وليه روحي. فاحنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك اصل قلت هي بره. دي وليها مجنونه بره. بتقول لي رجل عفريت بره. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان.